السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو ليصلك كل جديد. قالت صحيفة واشنطن بوست إن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي أفادت أنباء بتصفيته بطريقة مروعة داخل قنصلية بلاده في إسطنبول ربما قتل لأنه يشكل خطرا على نظام الحكم في السعودية. وأضافت أن المتابعين للشأن السعودي يقولون إن خاشقجي ربما كان يعتبر خطرا بشكل خاص من قبل القيادة السعودية لأنه كان قريبا من دوائر الحاكمة لعقود من الزمن. وأشارت في هذا الإطار إلى أن الرجل كان المستشار الإعلامي لرئيس الاستخبارات السعودية السابق فرخ الفيصل عندما كان الأخير سفيرا لبلاده في لندن وواشنطن. ووفق تعبير الصحيفة فإن قتل خاشقجي إذا تم تأكيده سوف يمثل تصعيدا صارما في جهود السعودية لإسكات المعارضة. وأشارت إلى حملة القمع التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل عام حيث تم اعتقال المئات من الأكاديميين والنشطاء والدعاة ورجال الأعمال بدواعي أمنية أو بحجة مكافحة الفساد. وفي سياق حديثها عن تداعيات ما حدث لجمال خاشقجي قالت واشنطن بوست إن ما حصل يمكن أن يفاقم الخلاف القائم بين تركيا والسعودية. ونقلت عن معارض سعودي مقيم في تركيا إن ما جرى إشاعة الخوف لدى المعارضين العرب الذين لجؤوا إلى تركيا منذ سنوات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.